وكأن مذيع الإخوان محمد ناصر بيتهم في الهجمات الجوية التركية ضد سوريا بشكل مبتذل، وكمان بيبرر كل طرق عملية نبع السلام. هنشوفه في الفيديو التالي. في الأراضي السورية البيكاكا ما داخل، يعني النقط دي داخل الحدود السورية، لكن اضطر أردوغان أو اضطر الجيش التركي، خلينا النظام التركي، إنه يخش الأراضي السورية. بقى طالما الموضوع بقى كبر كده، طب إحنا هنخش نضرب في سوريا نفسها. طبعا ما بيضربوش سوريا خالص، ولا يقصدوا يضربوا سوريا، بس اوكي انتوا بقى عاملين لنا صداع بقالكم 5 سنين، طب انا هخش اضرب جوه الاراضي السوريه. ده اللي احنا عايزينه من دوله، ده لو انت عندك جيش بجد، جيش بيحمي حدود البلد، مش جيش بيربي كروش، مش جيش جمبري. ده لو عندك قائد بجد جايب انتخابات حقيقيه ان شاء الله يكون ب 51%، بس يقف قدام العالم كله، قدام امريكا وروسيا واوروبا، والراجل واقف هخش اضرب جوه وضرب. ولو شفتوا صور العمليات اللي بدات النهارده نبع السلام، تتفرج على فيديوهات الجنود الاتراك وهم رايحين العمليه دي، حاجه تشرف. تتفرج على الاليات والمدرعات اللي رايحه، حاجه تشرف. تتفرج على الصواريخ اللي بتنطلق والطيارات اللي في الجو ودخلوا الاراضي السوريه. بص بقى مصطفى هيفرجكم، العب يا علي كده وريني والنبي. وفي صوره يا علي حتى كان زيها حد للجنود وهم راكبين عربيه حربيه وبيقول لك الجيش المحمدي. بص اهي دي داخل حدود السوريه، اتفرج كده العب. ادي الطيران التركي لما دخل ضرب جوه الحدود السوريه. النهارده دي عمليه نبع السلام، اتفرج ادي الطيران التركي اهو دخل جوه حدود الارض السوريه. انا الامن القومي بتاعي في بلدي يبدا مش من على حدودي، يبدا من حدود الاخرين. الامن القومي بتاعي كده اهو، اتفرج ادي الطيران التركي دخل وقصف المواقع اللي هي بتوع البيكاكا، مش السوريين، ما بيتكلمش على السوريين يعني. شوف داخل الاراضي السوريه بدا يضرب فيهم جوه. وفي لقطه تانية يا مصطفى للمدفعيه التركيه وبتضرب حاجه، مدفعيه تركيا عماله تدك حاجه فظيعه جدا. اوروبا الدين، طب ما الدين يا اوروبا مش مشكله. حقيقة الأستاذ محمد بيدافع عن العمليات التركية أكثر من الأتراك نفسهم. علق حساب باسم عماد علي أو على تويتر، عماد على تويتر محمد ناصر اللقيط، بيقول عن ضرب تركيا للأراضي السورية أن منظر الجيش التركي وهمه أو هم رايحين يضربوا سوريا حاجة شرف. أي شرف تتحدث عنه أنت وأمثالك الخونة اللقطاء في ضرب أبرياء وقتلهم والتمثيل بجثثهم؟ أي شرف تقول عنه وأنت وأمثالك عديمي شرف؟ أي شرف وأنت أو وأنتم تستبحون قتل المصريين؟